اهلا بيكم، انا من الفاصل ومعانا بقى دلوقتي ايمان صلاح هتقدم لنا تورات وحاجات وتزيين شكلها رائع. اهلا بيكي، اهلا منوراني. بيكي. انتي منوراني، وانا الحقيقه يعني مفاجاه رهيبه، هي ما بقالهاش كتير خالص في التزيين بس مطلعه حاجات رائعه. انتي بقالك قلتي 5 شهور؟ 5 شهور مش قادره اصدق الجمال اللي انتي ربنا مطلعاه بجد. يخليكي. احكي لنا بقى قصه، انتي اساسا خريجه انا مهندسه ديكور، طيب، واتخرجت السنه اللي فاتت، وبعدين بحب بقى الكيكس والطبخ والحاجات دي، فاهلي واصحابي بقى لا لازم تبقي اشطر، لازم تخشي الموضوع ده، فاخدت كورس 3D كيك، ومن ساعتها بقى وانا بشتغل في الموضوع ده واو. مع شغلي. رحتي عامله كورس يومين طلعت احلى شغل، والكورس ده اتعمل في مصر، انا مبهوره بيك بجد. شكرا. انا عايزاكم بس يا ريت تجيبوا بالكاميرا كده على الحاجات قد ايه شكلها جميل ورقيق وحلوه جدا. المناسبات اللي هي السبوع دايما بنهتم قوي في السبوع، يبقى في حلويات وتورته وحاجات كده حلوه. فبصوا بقى الشكل جميل ازاي، سواء بقى لو بنت او ولد. لو بنت طبعا يبقى كله روز، لو ولد يبقى بيبي بلو. بالظبط، بيبي بلو. يلا بينا. اول حاجه معانا عجينه سكر مفروده، تمام، ودي كيك عليها محشيه وعليها جناش. بعد كده بنستنى الجناش لما يبقى هارد، ناشف من التلاجة، وبعدين نحط عليها دي. طيب سؤال، عشان دايما الناس بتسأل الكيك وطعم الكيك والكلام ده كله، انت بتعملي الكيك بنفسك ولا بتجيبيه سبونج جاهز ولا؟ حسب الوقت، لو عندي وقت بعمله بنفسي، لو ما فيش وقت بستخدم السبونج جاهزة. تمام. الجناش بتعمليه بنفسك؟ تمام. الجناش دوت اللي هو شوكولاته متفيحه في كريمه وعليها كريمه. الريشو بيبقى تقريبا 2 لواحد. 2 لواحد، يعني لو احنا مثلا عندنا 600 جرام شوكولاته خام عليهم 300 جرام، النص على طول كريمه. تمام. بعد كده بتروحي ايه مزينه بيها، سواء تحشي او تعملي الوش بتاعها حوالين داير وتسيبيها زي ما قلتي لحد ما تجمد كويس قوي، ان انا اقدر اشكل عليها او استخدم عليها العجينه. حلو قوي. بعد كده انت فردتي العجينه على فردنا العجينه، بس بنستخدم معاها سكر بودره او نشا علشان ما تلزقش في الحاجات احنا بنستخدمها. بعد كده ببدا الزقها على الكيك، يا اما من غير حاجه يا اما ممكن استخدم ميه او سيرب لو هي محتاجه ان هي تلزق بحاجه. تمام، انها تطرى شويه. اوكي. طيب طبعا احنا بنطري الاول عجينه السكر وبعد كده بنفردها على نشا او سكر بودره زي ما قالت. بعد كده بتبتدي بتغطيها. يلا بينا. بتطريها الاول في الميكرويف. طبعا 20 ثانية في الميكرويف وابدا اعجنها. مين شجعك بقى انك تخشي تعملي الحلويات؟ اكيد ليكي بدايه، يعني حد كده شجعك حسيتي لازم دلوقتي بقى اخش؟ هو اهلي وصحابي وخطيبي كلهم صراحه سبورتيف جدا في الموضوع ده، عشان هم شايفين ان انا بحب الموضوع ده جدا، كانوا دايما اللي هو لا دوسي بقى في الموضوع، اعملي كذا، اتعلمي كذا. بس اكيد برضو شفتي حاجه قبل كده او موقف اتحطيتي فيه خلاكي لا انا هبتدي بقى حلويات؟ لا مش عارف، مفيش موقف، بس هو انا بحب كده بجد من زمان قوي، من زمان. اجرب واشوف لما نحط ده على ده هيدينا ايه، ولا ده هيعمل ايه كده. دلوقتي هنستخدم الميه ان احنا نلزق بيها. تمام. بفرشه كده. ده هيدينا مثلا شكل ايه؟ شكل هي صور؟ احنا هنا لا مش زي اللي هي بتتعلق عليها هدوم. منشر هننشر عليها هدوم البيبي. انت زودي في الميه بقى عشان جامده. انت النهارده اول مره تظهري على الشاشه ولا ظهرتي؟ اول مره. ايه احساسك؟ خايفة جدا. ليه بس كده؟ تخافي معايا؟ توترت بس شوية. ده انا الموضوع معايا سهل جدا. ده حقيقي بصراحة، يعني يهمني انك تحسي كأنك في بيتك بس. في مطبخك. ما يخليك. كله دباديب صغنن. بصي انت الكاميرا الناحية التانية، انا عايزاكي تلفي. اوكي. ايوه كده بالظبط. والمنشر الناحيه اللي هناك برضو نزل، معلش لو تظبطيه. ايوه كده. والويلكم دي هتحطيها فين؟ ممكن نحطها هنا. هتشرحي لنا طبعا برضو الكب كيكس اللي انت عملتيها ازاي. اوكي. الكب كيك عادي، بنخبز كب كيك عاديه باي طريقه ممكن. وبعدين بنبدا ان هي احنا نسيبها تبرد خالص، وبعد كده بعمل فيها زي فجوات
ان انا ابدا احط جواها الحشوه بتاعتي، ما ينفعش احط عليها الحشوه من فوق عشان عجينه السكر تبدا تتزحلق منها. طيب بعد كده بحط جواها موس شوكليت، ده بيبقى باودر، وببدا اضربها مع لبن بارد لحد ما تبقى القوام بتاعها زي الكريم شانتيه كده. طيب وبعد كده ببدا ان انا احشيها جواها واحطها في التلاجة شوية لحد ما تبقى متماسكة مع بعض. اوكي كده بنعمل عجينة السكر اي شكل احنا عايزينه ونحطه عليها، فبتبقى شكلها حلو قوي. وفي نفس الوقت هو يا مخرجنا تجيب بس برضو على الكب كيكس بس عشان الناس تشوف تاني اللي هي شرحته دلوقتي. بصوا كده الحاجات الحلوة دي. واو بص تحفه ازاي، يجنن. تسلم ايدك بجد، نورتيني، بشكرك جدا. وريتنا بشكل سريع، التزيين بياخد وقت جدا يا جماعه بجد، مش بالسرعه دي ابدا. فانا بشكرك قوي على انك برضو في السوق يعني في 10 دقايق عملتي حاجه سريعه كده. ميرسي، شكرا. عايز تقولي اي حاجه بنختم؟ لا ميرسي، شكرا يا سيدي، اتبسطت قوي. نورتيني احنا كمان. وكده قدمنا فكره بسيطه جدا وسهله قوي لشكل تورته يتقدم في الايفنتس اللي هي في السبوع مثلا بعد الولاده.